والله والله انا كنت عايز اسال حضرتك على سؤال. انا والدي انا كنت بقرا في عزاءات وكده، تمام؟ فتركت هذه القراءه في العزاء. انا عرفت انها بدعه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن والدي يعارضني، يعني يقول لي لو انت ما سمعتش كلامي فانت يعني لا تطيع امر والدك، ودي معصيه. يعني ابوك يريدك ان تقرا في المآتم وأنت تتدين الله بعدم بغير ذلك، فهل تطيع والدك في هذا؟ لا يلزم في هذا الباب طاعة الوالد. يعني هذه معصية لا يلزم فيها طاعة الوالد؟ أنا ما قلت معصية، بس أقول هذه مسألة لا يلزم فيها طاعة الوالد. ولكن أنا عايز يا مولانا برضو توضح، يعني توضح بالأدلة حكم القرآن. لا أنا بكلمك، ما فيش كبير أدلة في المسألة إلا أن هذا الصنيع الذي يحصل من السرادقات لم يكن على عهد الرسول. ما أستطيع أحرم، لكن أستطيع أن أقول لك اسلك سبيل الرسول وأصحابه. السلام عليكم.